السلام عليكم شباب، رجعنا لكم فيديو جديد. وهالمره عندنا هذا المذر بورد اللي تشوفوه امامنا. هذا المذر بورد طبعا موديل اللابتوب مالته ايسر اسباير 3، تحمل هذا الموديل مثل ما تشوفون. ها موديل اللابتوب، اعتقد واضح عندكم. وعندكم موديل البورد ايضا مثل ما تشوفون هنا عندكم. مشكلة هذا اللابتوب اخوان انه هاي الشاحن مال اللابتوب، خلي اشوفكم القياس على الشاحن. الشاحن نقيسها بهذا الشكل، عليها 19 فولت مثل ما تشوفون. الادابتر او الشاحن شغال. هسه نجي نربط الشاحن على المذر بورد او اللابتوب بهذا الشكل. بمجرد ربط الشاحن على الجهاز، هسه اذا نجي نرفع الشاحن نقيسه مرة اخرى، راح نشوفه داخل في وضع الحماية ومصفر البورد على الشاحن، دلالة على انه اكو شورت عندنا على هذا البورد. فوين الشورت؟ شلون راح نصلح هذا الشورت؟ هذا الشيء راح نعرفه بهذا الفيديو. خليكم متابعين، راح نروح للميز الثاني ان شاء الله ونقوم بعملية الفحص وتشخيص العطل واصلاحه باذن الله. خليكم ويانا. يا شباب، جينا على الميز الثاني وخلي نقوم بعمليه الفحص اللازمه حتى نكتشف العطل السويه. فاول شيء خلي اسوي، خلي الغي لكم الفيس او كاميرا الفيس الخاصه بي ونحول لكم اياها على كاميرا الباور سبلاي. ثواني، هاي الكاميرا اللي راح تخدمكم اكثر. حاليا اذا جينا على وضع الهاند جاني زباين. ثواني يا اخوان، رجل معذره، جاني زباين. على العموم هذا الكيبل لتصليح الشواحن، راح نربطه على الباور سبلاي، نغذي الكيبل بالطاقة، نربط الأخطاب مالته الباور هذا الشكل. وش راقبوا لي السحب على أسفل الشاشة على الباور سبلاي. راح نجي نربط الباور سبلاي على البورد مثل ما تشوفون. شورت صريح، نزل الفولت عندنا من 19 إلى 1 فولت، وعندنا 3.5 أمبير سحب على البورد مثل ما تشوفون. راح نفصل، نجي نقيس نشوف الشورت لوين واصل وشنو وضعه. خلينا نروح تحت الميكروسكوب يا اخوان. هذا خط المين مثل ما تشوفون، هذا داخل من السوكت. خلينا نجي نتبع، هاي هنا القطب الموجب مال السوكت، يعبر الفولت على هذا الخط، يجي بهذا الشكل على مسفت الدخل الاول او مسفت الحماية الاول، بعدين يجي ينتقل الى المسفت الثاني، بعدين يجي على مقاومة المقارنة او الشنت ريزيستر اللي هي هنا. بعد الشنت ريزيستر يجينا خط المين باور ريل. زين، خلينا نجي نشوف هسه الشورت وين صاير بالضبط. نحول الملتيميتر على وضع الجرس، نجي ناخذ ارضي من اي مكان وليكن هاي المكان. نجي نفحص هاي المكان اللي بيها الدخل شورت صريح. نجي على المؤسسة الأول شورت، الشورت هنا اختفى وهنا ماكو شورت، وخط المين أيضا ما بي شورت مثل ما تشوفون. اذا المشكله عندنا يا بالمسفت الاول يا بالسوكت نفسه مشرد. شلون نسوي هسه؟ خلينا نجي نرفع المسفت الاول ونشوف المشكله وين عندنا. خلينا نجي نقيس اول مره المسفت الاول شورت صريح ولا لا. انما ماكو شورت على المسفت مثل ما تشوفون، على الاكثر السوكت عندنا مشرد، ولكن ما اريد نحكم. خلينا نجي نرفع المسفت، او خلينا نجي نسوي شغله. بما انه خط المين ما بيه شورت، خلينا نجي نحقن 19 فولت على خط المين ونتاكد من سلامه البورد نفسه، وبعدين ننتقل الى هاي الخطوه. اول شيء ايش راح نسوي؟ على الشنت ريزستر نجي نلحم واير مثل هذا، واير اعتيادي نلحمه على الشنت ريزستر بهذه المنطقه، ونغذي البورد ب 19 فولت ونرفع القياسات من المذر بورد ونشوف هل المذر بورد سليم ولا لا.
حتى على أساس نقرر إيش راح نسوي في الخطوة القادمة. خلينا نغذي الواير ب 19 فولت، راقبوا لي السحب على الباور سبلاي، ناخذ أرضي نربط الأرضي يعني على البورت، و نغذي 19 فولت على المين، خط المين مثل ما تشوفون ربطنا له 19 فولت وما عندنا شورت، السحب عندنا على الباور سبلاي إذا تشوفون صفر فولت. خلينا نجي نرفع قياسات البورد ونشوف الدائرة مال ستاند باي اشتغلت عندنا بشكل صحيح ولا لا. حاول نفر البورد بهذا الشكل. خلينا نروح لوضع الهاند، ما نحتاج الميكروسكوب حاليا. هذا البورد امامكم رابطين عليه ارضي ومغذين البورد، مغذين المذر بورد من عن طريق الباور سبلاي ب 19 فولت على خط المين. نجي نشوف الباور سبلايز اللي على الجهاز، 3.2 فولت عندنا على هذا الباور سبلاي. خمسة فولت عندنا على هذا الباور سبلاي. أعتقد المشكلة أخوان هي بالدخل، مثل ما شفتوا البورد يبين عندنا سليم، فايش راح نسوي هسه؟ المنطقة اللي بيها الشورت عندنا أخوان صرناها تقريبا، هاي المنطقة اللي بيها الشورت بين السوكت وبين المسفت الأول، ممكن يكون خلل بالمسفت، ممكن يكون شورت بالسوكت. أنا مشتبه بالسوكت أكثر صراحة، فخلينا نرفع السوكت قبل كل شيء، المدخل مال الشحن نرفعه رغم انه يبين سليم. شوفوا يا اخوان ممكن يكون بداخل فرد شيء صاير، ولكن اذا تنتبهون على المدخل يبين نظيف وجديد، ولكن ممكن صاير بيه شورت داخلي. خلينا نرفع السوكت سوا شباب، نخلي بلاكس، نجي نخلي سولدر تسهل عملية رفعه بهذا الشكل. نجي نطوف البورد بهذا الشكل، اخذ الكاميرا شوية بهذا الشكل تكون عندكم واضحة الصورة. بهذا الشكل راح نخلي البورد ونسخن عليه من الجهة الخلفية ونقوم بانتزاعه. خلينا نخلي ثقل على البورد بهذا الشكل. هذا السكت انتزعناه اخوان، هسه ايش نسوي؟ نجي نروح لوضع الجرس مرة أخرى، نجي نقيس هسه مرة ثانية. هذا أرضي، الشورت راح عندنا شباب مثل ما تشوفون ما بقى عندنا اي شورت. خلينا نوديكم تحت الميكروسكوب مرة اخرى. هذا المدخل رفعنا منه السوكت، هذا الخط شان مشرد مثل ما تشوفون حاليا ماكو اي شورت عليه. نجي نقيس مرة اخرى، ماكو شورت. وهنا عندنا ايضا ماكو شورت، الشورت عندنا اخوان داخل السوكت صاير ب شورت داخلي. طبعا راح نأمن سوكت جديد لهذا الجهاز ونرجع نكمل، خليكم يعني. اخوان دبرنا السوكت الخاص بهاي اللابتوب مثل ما تشوفون، طبعا انتزعته من جهاز اخر، فخليني نجي نركبه محل السوكت المكسر اللي نزعناه سوا. خلينا نخلي شوية بلاكس وننظف مكان السوكت القديم. خلينا نروح تحت الميكروسكوب على السريع، نجي على السريع ننظف مكانه.
نظفنا مكان السوكت القديم، نجي ننظف السوكت اللي نزعناه نفسه، عليه أكيد بقايا لحين مثل ما تشوفون. بهذا الشكل قعدنا سوكت الجديد. طبعا مضطر امسك السوكت هيك بهذا الشكل، او خلي نقعد اقعود على خلي جوات افد شي حتى. خلينا ننظف السوكت على السريع بعد تركيبه. بعد تركيب السوكت الجديد خلينا نشف على الهاند. خلينا نجي نفحص اخوان مرة اخرى. هسه الباور سبلاي شغلناه، ونجي نربط الأقطاب مع الكابل مرة أخرى، الكابل الشاحن نغذي ب 19 فولت 19.2 مثل ما تشوفون. نجي نربط بسم الله مثل ما تشوفون، 0 فولت أو 0 أمبير مسحوب عندنا على الباور سبلاي. نجي نرفع قياسات نتأكد أنه البورد جاي يعبر عليه الفولت بشكل صحيح. نتبع على هذا الجهة والمرة الفولت، شوف خط المين يشتغل بشكل صحيح ولا لا. هذا أرضي 19 فولت عندنا على المدخل على المسفت الأول، 19 أيضا خرج المسفت الأول، دخل المسفت الثاني، خرج المسفت الثاني لحد مقاومة المقارنة أو الشنت ريزيستر. فولت عندنا موجود، وخرج الشنت ريزيستر بهذا الشكل على الطرف الآخر. إذا المين باور ريل سليم. نجي نتأكد من الفولتيات اللي على البورد، شوف الفولتيات مال ستاند باي موجودة ولا لا. ناخذ أرض أيضا من أي مكان، نجي نقيس هنا 3.2 فولت، هنا المفروض 5 فولت. إذا البورد تقريبا هسه سليم، نروح نشغله سوا ونشوف النتيجة. خليكم متابعين يا اخوان. جبنا المذر بورد وجينا على الميزة الثاني، خلينا نركبه بشكل سريع ولغرض الفحص ونتأكد من نتيجة العمل سوية. نجيب هذا الكيس بهذا الشكل بسم الله. نربط شغل بشكل مؤقت، اشتغل الجهاز وانت صورة مثل ما تشوفون. هذا كل شيء اللي حبيت اوضحه بهذا الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. اذا عجبكم الفيديو لا تنسونا بالاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. كان وياكم سيف قداوي من قناة قداوي تك. في امان الاخوان.